تكرمت بالحاجة هذه مني أنا صغير، مني عمري 19 سنة مغروم بالجبال وبالحيوانات البرية. نعرف نفرق بين السام ومش السام. في 2006 وليت أنا نمول في معهد باستور وزارة الصحة، نبيع لهم معناه في الأفاعي باش يعملوا بها البحث العلمي والمضاد للناس اللي تعرضت للسع، هذيك الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياتهم.